أهلا بكم، دي الحلقة الأولى من التحكم في تشغيل وإطفاء الأجهزة الكهربائية بكلمة مرور من الحاسوب يعني كلمة سر، وفيها هستخدم السيريال كوميونيكيشن باستخدام بروتوكول UART. دي الحلقة التاسعة من السيريال كوميونيكيشن، فتابعوني. يا ريت قبل ما تسمع حلقة النهاردة تكون سامع حلقة تامنة من السيريال كوميونيكيشن بروتوكول UART، فيها بربط بين السيريال والال سي دي، ودي الدائرة اللي هنشتغلها النهاردة. عندنا المايكرو كنترولر بيك 18F4525، احنا ما اشتغلناش على بيك 16 عموما لان فيها مشاكل مع البرنامج النهاردة، هنقول المشاكل دي في نهاية الفيديو. البيك 18F4525 40 بيننا، برضو الفروق طفيفة جدا مع البيك 16. عندنا هنا الكريستال وده الماستر كلير، وصلنا الفيرشوال تيرمينال عن طريق اليو ارت اللي هي تي اكس والار اكس بتاعت مايكرو كنترولر 25 26. معانا موتور، معانا هنا لمبة زي ما انتم شايفين، ومعانا كمان هنا بزر. طبعا التلاتة بيشتغلوا بباور عالية تقريبا 12 فولت و 24 فولت، عشان كده ما ينفعش اوصلهم مباشر مع المايكرو كنترولر، لازم اعمل دايرة انترفيس باستخدام الريلي والترانزستور. شرحنا في حلقات سابقة الخاصة بالدي سي موتور ازاي اختار الترانزستور الصحيح وازاي اختار المقاومة مع البيز بشكل صحيح، يا ريت تكونوا سمعتوها في السلسلة. التلاتة ديفايسز هوصلهم على دي 0 دي 1 دي 2 وسميتهم موتور لامب وبزر، ونفس الاسماء هنا بدل ما انا اوصل توصيل مباشر كده ويبقى الشكل العام احسن. هنعمل ران، اول ما انا اعمل ران بيظهر لي كلمه ويلكم هنا، كلمه افتتاحيه، مباشره بعدها بينزل انتر، هكتب بليز انتر ذا باسورد، برده بعدها بيظهر انتر، هتلاقي الكورسر واقف هنا. دي الكيبورد عندنا. الموتور عشان اتحكم فيه اعمل له اون واوف عن طريق باسورد اسمها موتور كلها سمول ام او تي او R. الباسورد هنا مش هتظهر على الشاشه، هتظهر عباره عن ستار كده شويه نجوم. خلي بالك الباسورد عندي 5 حروف، وبيكتب لي مباشره الموتور تيرنز اون، يعني الموتور تم تشغيله وفعلا هو شغال في الهاردوير عندي. لو كتبت كلمه موتور تاني هيطفي الموتور، عمل له اوف اهو، ده كان الموضوع الخاص بالموتور. هروح لللامب عشان اشغلها او اطفيها، اكتب الباسورد بتاعها لامب 1، نور اللمبه اهو، قال لي لامب تيرنز اون. خلي بالك الباسورد بتاعت اللمب هنا كتبت نجوم برضو 5، نفس عدد الباسورد بتاعت الموتور، هما بيختلفوا في كاركتر نفسها لكن العدد 1. لو انا عايز اشغل البزر هكتب باز 1، يبقى بزر تيرنز اوف. لو انا كتبت باسورد غلط، نكتب اي 5 حروف غلط كده، هيطلع لي جمله يقول لي بليز انتر ذا كوريكت باسورد. لو انت كتبت موتور ام او ار مثلا، انا كتبت 3 حروف وعايز اكتب كلمه موتور وكتبتها غلط، فبدل ما انا اكمل لا اضغط على علامه على اللي هنا دي اللي هي سلاش، بيروح ماسح باسورد اللي قبل كده وينزل سطر جديد ويقول لي بليز انتر ذا باسورد، دخل الباسورد مره ثانيه، يبقى اقول له موتور ام او تي او ار، الموتور تيرنز اون، يعني اول ما يشتغل في الهاردوير اوتوماتيك بيرجع هنا بيقول لي موتور تيرنز اون. لو انا كتبت موتور ثاني، خلي بالك انا ضغطت مطول على المسافه اعتبرها باسورد عشان كده بيقول لي الباسورد غلط، نضغط على هنا يبقى كده مهيئ ان انا اكتب الباسورد مره ثانيه موتور، يبقى موتور تيرنز اوف. عايز اطفي اللامب، طفى اللامب عندي تيرنز اوف. خلي بالك الباسورد هنا بتبقى ستارز اللي هي نجوم، يعني عشان لو حد جنبك انت بتكتب الباسورد ما يشوفهاش. غير كده ان التلات اجهزه بيتم التحكم فيهم كل واحد باسورد خاصه بيه، خلي بالك لكن عدد حروف الباسورد للتلاته متساوي، يعني هنا 5 حروف وهنا 5 حروف وهنا 5 حروف. لو انت عايز تغير عدد الحروف بتاعت الباسورد لكل جهاز مستقل بذاته يبقى ده هنشوفه في الفيديو القادم ان شاء الله. هروح للكود عندنا، انا عندي دي 0 دي 1 دي 2 هوصل عليهم موتور ولامبو بزر، فانا اجي في هاش ديفاين واعرف ان دي 0 دي 1 دي 2 موتور ولامبو بزر بالترتيب عشان استخدم الاسماء دي في الكود. قلنا ان الباسورد بتاعت الثلاثه عدد الحروف كام؟ 5، موتور بكتب موتور، لامب بكتب لامب 1، وبزر بكتب باز 1، وهتلقى الثلاثه عدد حروفهم 5. فهاجي في مصفوفه اسمها ريسيف، لازم يبقى النوع كاركتر عشان هتستقبل تكست، واقول 5، يعني عدد الكاركتر اللي هستقبلهم فيها وهخزنهم فيها 5. هستخدم متغيرين اكس واي، وديت الانيشال بتاعتهم بزيرو، اقول اكس بزيرو هنا برضو واي بزيرو، وان سانشور لان الرينج بتاعهم الماكسيمم 255 وانا مش هوصل للقيمه دي. هستخدم النيو لاين كتير في البرنامج، في الامرين دول خاصين بالداله اسمها نيو لاين، بدل ما استدعى الامرين دول استدعى الداله بس. ريسيف ده هيستقبل الباسورد في كل مره، فنفترض ان انت كتبت الباسورد غلط، كتبت 3 حروف وطلعت غلط وانت عايز تضغط على علامه على وتمسح، او كتبت الباسورد 5 حروف وطلعت غلط وعايز تمسح، فبالتالي انا لازم اصفر ريسيف اللي هي الاريج، اصفرها ازاي؟ اقول 4 اكس تساوي 0
اكس اقل من 5، اكس اقل من 5 معناه اكس بلس بلس يعني اكس لغايه 4، لان بتزيد 1 في كل مره، هتبقى 0 1 2 3 4. 4 اقل من 5 صح؟ معنى 5 اقل من 5 لا، يبقى ال 5 مش هتتحسب، يبقى هو هيشتغل من 0 ل 4 بس. واقول له ريسيف اوف اكس بيساوي 0 في كل مره، اخلي اكس ب 0 يبقى ريسيف اوف 0 بتساوي 0، اخلي اكس ب 1 تبقى ريسيف اوف 1 بيساوي 0، وهكذا لغايه اكس تساوي 4 يبقى ريسيف اوف 4 بيساوي 0. وده الكاركتر الخامس، يبقى ريسيف اوف 0 هو كاركتر 1، ريسيف اوف 4 هو كاركتر 5. لو انت عايز تكتب باسورد وليكن عايز اكتب موتور على الشاشه كباسورد، يبقى الام ده هو ريسيف اوف 0 اللي هو اول عنصر في المصفوفه، ومعروف المصفوفه الاندكس بتاعها بيبدا من 0 او اللوكيشن بتاعها بيبدا من 0. والباسورد الثانيه اسمها لامب سمول برضو 1، نفس النظام، ال هنا ريسيف اوف 0، اما الواحد هو ريسيف اوف 4. خلي بالك الواحد هنا ده مش قيمه عدديه، ده كاركتر تكست، اما البازر الباسورد بتاعته باز 1، يبقى البي هي ريسيف اوف 0 والواحد اللي هنا هو كاركتر 5 اللي هو ريسيف كام اوف 4. وبالتالي انا بصفر ريسيف في كل مره، بحط 4 دي جوه داله اسمها كلير اندرسكور ريسيف، وهي قوسين فاضيين عشان انا مش هستقبل حاجه، وفويد عشان مش هرجع حاجه. نروح للفويد مين. الفويد مين انت بورت دي هتعرفه كاوبوت عشان عليه 3 اللي هو الموتور والبازر واللامب، يبقى تريس دي بيساوي 0، عرفت كله كاوبوت وصفرت بورت دي في البدايه. هستخدم اليو ارت، يبقى عملت له انشياليزيشن، هظهر كلمه ويلكم في البدايه على السيريال، يبقى دي كلمه ويلكم. بدل ما انا اعمل نيو لاين بالداله اللي فوق مباشره، طول ما انت هتكتب تكست عندك لان بين دبل كوتيشن، اكتب باك سلاش ان باك سلاش ار يعمل انتر، لان يعني كلمه ويلكم ظهر بعدها جمله ثانيه. بعد كلمه ويلكم انت عايز تكتب ايه؟ بليز انتر ذا باسورد، وعايز بعد الجمله دي اكتب انتر برضو، اخليه يعمل انتر، يبقى باك سلاش ان باك سلاش ار. لو خدنا بالنا هنا كتب ويلكم اهو، بليز انتر ذا باسورد، مباشره بعدها بيعمل انتر استعدادا للباسورد او الكلمه اللي انت هتكتبها. هروح لفور اند السلوب، هعمل تشيك هل في داتا ولا لا داخل التشيك ده، لو في داتا روح نفذ الكود بتاعك، لو مفيش داتا هيرجع تاني هيعمل تشيك، هيستنى لغايه لما تجي له داتا، وقتها هيدخل ينفذ الكود بتاعك. انت هتقرا كاركتر كاركتر، يبقى اعمل ايه؟ يو ارت 1 اندرسكور ريد الداله دي، هخزن كل كاركتر هخزنه في مكان او لوكيشن في الاري بتاعت اللي اسمها ريسيف، وهقول ريسيف اوف اي، وهرجع القيمه دي على السيريال، يبقى اقول له يو ارت 1 اندرسكور رايت عشان انت هترجع القيمه على السيريال ريسيف اوف اي، طبعا ما فيش سنجل كوت هنا، ريسيف اوف اي مباشره، يبقى الكاركتر اللي انت هتستقبله هنا هيرجعه تاني على السيريال عشان اشوفه على السيريال. خلي بالك انا هشوف وهزود اي واحد او بلس بلس عشان يستعد ان هو يستقبل الكاركتر اللي بعد كده في اللوكيشن اللي بعده، وبالتالي لما الاي تبدا من زيرو، خلي بالك الاي بتبدا من زيرو لان الانيشال عندي اي بتساوي زيرو وانا معرفها فوق، هيبقى عندي هنا ريسيف اوف زيرو، يبقى ريسيف اوف زيرو هو الكاركتر رقم واحد. لو انا بكتب موتور يبقى الام دي هي ريسيف اوف زيرو، كده هو استقبلها وهيرجعها تاني على السيريال، هيزود الاي تبقى بواحد، يرجع تاني هيبقى ريسيف اوف واحد، هيقراها من السيريال تبقى حرف الاو، وهيخزنها عندي في لوكيشن ريسيف اوف واحد، وهيعرض ريسيف اوف واحد على السيريال اللي هو عندي، هيزود الاي وهكذا لغايه ما تبقى اربعه، يبقى ريسيف اربعه هيقرا الحرف الخامس لان الاي تبدا من زيرو، يبقى الام دي الاي بزيرو، اما الار دي الاي باربعه، يبقى هنا هيبقى ريسيف اوف اربعه، ريسيف اوف اربعه اللي هو الكاركتر الخامس، الكاركتر الخامس عندي اللي هو الار الاخير، هرجع الار عندي على السيريال، هيزود الاي، الاي هتبقى بكام؟ بخمسه، لان هنا الاي قلنا باربعه، هتبقى ريسيف اوف اربعه هو الكاركتر رقم خمسه، هنزل مباشره هخلي الاي بكام؟ بخمسه، خلاص كده الار دي معناها الاي باربعه، يبقى انت استقبلت اخر كاركتر، لكن الاي بلس بلس هنا يعني الاي بقت بخمسه، لما الاي تبقى بخمسه المفروض اعمل نيو لاين، يعني الباسورد انتهت كده، يبقى الاي اول ما تبقى بخمسه اروح اعمل نيو لاين، لان الباسورد انتهت كده بعمل نيو لاين عشان اعمل سطر جديد استعد لاي حاجه هتظهر او اكتب. نعمل بلت بالوضع ده، رن، هنضغط هنا على الشاشه، هنلاقي الكورسر واقف، لازم تضغط على الشاشه الاول، بعد كده نكتب موتور مثلا. خلي بالك هكتب الار مباشره نزل انتر، يبقى عدد الحروف هنا خمسه، هكتب لامب واحد، طبعا هنا مش هينزل انتر لان الاي ما صفرتهاش، الاي كمل يعني بعد الار نزل الاي بستة 7 8 9 10 وهكذا، انا ما صفرتش الاي، تمام؟ يبقى المفروض بعد ما اوصل لحرف الار الخاصه بالموتور اعمل ايه؟ وقتها اشغل الموتور وارجع جمله على السيريال بتوضح ان هو شغال او طاف، تمام؟ يبقى المفروض اول ما الاي تساوي خمسه معناه ان انت وصلت الكاركتر الاخير من الباسورد، لو كان موتور تبقى الار، لو كان لامب واحد يبقى الواحد، لو كان بزر واحد يبقى الواحد، يبقى خلاص انت وصلت للكاركتر الاخير من الباسورد، يبقى اعمل نيو لاين. بعد ما تعمل النيو لاين اروح اعمل تشيك على الباسورد بتاعتي، هل الباسورد او الكلمه اللي جايه هي نفسها اللي انا مخزنها عندي ولا لا، اعمل مقارنه. يبقى الاي اول ما تساوي خمسه
انا عملت نيو لاين مباشره على السريع، هروح اعمل تشيك الباسورد اللي جايه، هعمل لها مقارنه مع الباسورد اللي متخزنه على المايكرو كنترولر. هقول له اف ريسيف اوف 0 انت استقبلته ام، هقول له ريسيف اوف 0 بيساوي يساوي حرف الام، اند ريسيف اوف 1 بيساوي الاو، ريسيف اوف 2 بيساوي التي، ريسيف اوف 3 بيساوي الاو، ريسيف اوف 4 بيساوي الار. لو كل مكان من الاري اللي اسمها ريسيف ساوي الكاركتر الخاص بيها خاص بالباسورد الصحيحه هدخل جوه اف اللي هنا. خلي بالك ان انت عامل اند، يعني لازم الخمس حروف يبقوا متشابهين، يعني انت كتبت موتور بس الار كابيتال، لا مش هدخل هنا، لازم تبقى الشكل ده كلهم سمول والحروف كلها صحيحه، وقتها هدخل جوه اف اللي هنا. مباشره هيعمل ايه؟ الموتور في الانيشال بتاعتها بتساوي زيرو، لان انا قايل فوق بورت دي بيساوي زيرو، يبقى الموتور في البدايه طافي. هعمل له توجل واحطه في نفس المتغير، يبقى الموتور بيساوي توجل للموتور، الموتور الانيشال بزيرو هيعمل له توجل هيبقى بواحد، يبقى واحد يعني شغال. هروح اعمل تشيك على الموتور، بعد ما اشتغل اعمل تشيك على الموتور، لو اف لو الموتور بيساوي يساوي زيرو، يعني لو كانت قيمته زيرو خلي بالك الموتور اوت، واعمل تشيك عليه عادي هل الموتور بيساوي يساوي زيرو، مباشره روح اطبع السيريال موتور تيرنز اوف، ده لو كانت قيمته بتساوي زيرو. بعد ما اطبع الكلمه دي اعمل انتر او نيو لاين، ايلس ايلس يعني لو كان الموتور قيمته بتساوي واحد اطبع على السيريال موتور تيرنز اون، لان ايلس معناها ان الموتور بيساوي يساوي واحد الكونديشن بتاعها، يبقى بعد ما اعمل اون نيو لاين. وما تنساش اصفر الاي وخليها تبدا من الزيرو، لان لو لاحظنا بعد ما كتبت موتور انا ونزلته سطر جديد ابتدى يكتب لامب واحد، ممكن اكتب اي حروف ثانيه، بص كده بيستقبل اي حروف ثانيه، لا ده انا اصفر الاي اخليها تبدا من زيرو عشان يبتدي يعد من اول، يبقى اصفر الاي عشان يستقبل الباسورد اللي بعد كده اللي هي ريسيف اوف زيرو ويحطها في اول كاركتر عنده في الاري. وما انساش اصفر الاري نفسها عشان كان فيها كلمه موتور من قبل كده، فانا ابتدي امسحها، يبقى امسح كلمه موتور اللي كانت من قبل كده اللي استقبلها عن طريق الداله دي اللي هي كلير، اللي هي دي الداله دي اللي بعمل كلير للاري بتاعتي، يبقى عملت كلير للاري استعدادا ان هو يستقبل الباسورد اللي بعد كلمه موتور، واصفر الاي واخليها بزيرو عشان بعد كده يستقبل ريسيف اوف زيرو الكاركتر الاولاني اللي هيجي من السيريال بعد كده. نعمل بيلت بالوضع ده، نعمل ران، ادي الجمل الافتتاحيه عندي، نقف هنا كده نلقى الكورسر ظاهر، نكتب موتور موتور تيرنز اون، خلي بالك بعد الجمله دي عمل انتر، نكتب موتور تاني فعلا بيكتب الباسورد عندي اهي وبيظهر تيرنز اوف وينزل انتر وفي نفس الوقت يطفي الموتور. طب نفترض ان انا كتبت باسورد غلط ام او تي ار ار، خلي بالك بعد ما انت كتبت الكلمه دي خمس حروف بس هي غلط، هو نزل انتر جديد بس لما تكتب الجمله غلط انا عايز اقول له انتر ذا كوركت باسورد. بعد ما استقبل الكاركتر الاخير يبقى الار بيقل بخمسه، وقتها انا عملت نيو لاين واعمل تشيك هل الباسورد اللي جايه عباره عن كلمه موتور، يبقى اروح اعمل توجل للموتور، ولو انت عملت له توجل اعمل تشيك هل هو بيساوي زيرو يعني طافي، يبقى اظهر على الشاشه ان هو طافي. انس لو كان شغال اظهر على الشاشه شغال، وصفر الاي واعمل كلير ريسيف. لو كانت الباسورد غير صحيحه، ما هي ليه حالتين، يا الباسورد صحيحه يا غير صحيحه، لو صحيحه وبتساوي موتور اعمل كذا، لو غير صحيحه يبقى اجي هنا في الحته دي واعمل ايلس، يبقى اجي اقول له ايلس يعني الباسورد اللي جايه غير صحيحه. هروح اعمل ايه؟ خلي بالك هنا هو عامل انتر من قبل كده، يبقى اجي مباشرة اروح اقول له بليز انتر ذا كوركت باسورد على الشاشة، اقول له باك سلاش ان باك سلاش ار، بعد ما يظهر الجملة دي يعمل انتر، وما انساش كمان اصفر الاي اخلي الاي بتساوي زيرو واعمل كلير لريسيف عندي، يبقى اصفر الاي اخليها بزيرو عشان يستقبل الكاركتر الاولاني اللي هيجي له بعد كده في ريسيف اوف زيرو، ما انساش اصفر الاري. ليه؟ تعال كده انت كاتب الكلمه هنا غلط من قبل كده، تعال نكتب كده اي حروف هنا هنلاقي يزيد عن خمسه، رجعت نفس المشكله لان انت ما صفرتش الاي هنا، يبقى بعد ما يكتب الكلمه غلط يبقى هيدخل جوه ايلس اصفر الاي، يبقى لازم هنا تصفر الاي عشان يبدا من الاي بتساوي زيرو، لان لو ما صفرتهاش هيبتدي يعد بعد الخمسه سته سبعه وهكذا وهيكمل، تمام؟ واصفر الاري. نعمل بلت بالوضع ده، عملنا رن من جديد، هنضغط على الشاشه الاول هنا خلي بالك. T-O-R يبقى شغل الموتور، موتور تيرنز اون، M-O-T-O-R موتور تيرنز اوف، تعال نكتب الباسورد غلط M-T-R-R-E، يبقى هو هنا ظهر ايه؟ الجملة اللي أنا كتبتها في إلس، طول ما الباسورد غلط خلي بالك عمل انتر أهو، بليز انتر ذا كوركت باسورد وعمل انتر هنا، هروح أكتب له الكلمة الصحيحة بعد كده موتور الكلمة الصحيحة موتور تيرنز اون وفعلا شغل الموتور. ليه؟ لأن الريسيف لما كان فيه الكلمة دي الخطأ أنا جيت هنا في إلس رحت ماسحه فهيستقبل الكلمة الصحيحة بعد كده، بيعمل لها تشيك. أنا بتحكم في ديفايس واحد، عايز أضيف ديفايس تاني وليكن اللي هو الديفايس بتاع اللمب، وعايز أحط له الباسورد عندي لمب واحد، أعمل إيه؟ مش هنا عملت تشيك على الباسورد بتاعت الموتور، يبقى أنا آخد دي كوبي
بيست هنا يبقى ريسيف اوف زيرو، انت هتكتب لامب تشوف الباسورد اللي انت عايز تشغلها، يبقى ال اي ام بي 1، هكتب لامب 1. خلي بالك الواحد هنا مش قيمه، ده كاركتر، عشان كده بيتحط بين سنجل كوت، لان ريسيف هي عباره عن اري بتحتفظ بالتكست، فلازم يبقى بين سنجل كوت لان ده يعتبر كاركتر في الاري. واجي هنا اكتب لامب، خلي بالك الاسم لامب ده اللي انا كتبته هنا مش عشوائي، ده لازم يبقى نفس الاسم اللي انا انت معرفه فوق. يبقى معرف لامب على دي 1 يبقى لازم يتكتب في الكود تحت نفس الاسم. خلي بالك ال كابيتال، يبقى فعلا انا كاتب ال كابيتال وباقي الحروف سمول. نفس الاسم ده هاخده هنا، يعني اللامب دي الانيشال بتاعها بزيرو، اعملها توجل وخلي لامب بواحد كده. واجي اعمل تشيك على مين؟ على لامب طبعا. واجي هنا اكتب لامب، يبقى نفس الفكره ان انا هقارن الريسيف دي مع كلمه لامب، الكاركتر الاول مع ال، الكاركتر الثاني مع ال، الكاركتر الثالث على الام، الكاركتر الرابع على البي، الكاركتر الخامس مع الواحد. اللامب عندي كانت الانيشال بتاعها بزيرو، هعملها توجل تبقى بواحد. هنا هعمل تشيك اف اللامب تساوي زيرو، لو قيمتها تساوي زيرو يبقى اعرض ان اللامب تيرنز اوف وانزل نيو لاين. else معنى كده ان اللامب بتساوي واحد، اطبع على السيريال عندك لامب تيرنز اون واعمل انتر، وما تنساش تصفر الاي وتصفر الاري عندك. لو عملنا بلت بالورق ده هيبقى فيه خطا، نعمل بلت، عملنا رن من جديد، هنكتب كده الباسورد عندنا موتور، خدت بالك ادي الباسورد موتور، موتور تيرنز اون. بعدها مباشره ظهر لي جمله ايه؟ بليز انتر ذا كوريكت باسورد، على الرغم ان انا حاطط الباسورد، يبقى قال لي موتور تيرنز اون بليز انتر ذا كوريكت باسورد، يبقى في خطا عندي في الكود هنا. تمام، المفروض الجمله دي ما تظهرش. ليه الجمله بتاعت else ظهرت؟ خلي بالك هو اول ما الاي بتساوي 5 بيروح عامل نيو لاين، بيعمل تشيك الباسورد الخاصه بالموتور، لو كانت هي هيروح اوتوماتيك يعمل كنترول على الموتور. اما اف اللي هنا دي، فالالس اللي هنا دي ليها علاقه بدي، يعني الس دي خاصه باخر اف، فبالتالي كده كده هيعمل تشيك هنا في جميع الاحوال. اما الجزء ده مش هيعمل تشيك على اتنين، هيعمل تشيك على دي او دي. هل الباسورد اللي جايه هي نفس الباسورد الخاصه بلامب واحد؟ لو لا هيروح ينفذ الس. طب انا كتبت على السيريال موتور، هيروح يعمل تشيك على الاولانيه، هيلقى فعلا الباسورد هي نفسها موتور، هيعمل كنترول على الموتور، هيعمل تشيك برضه هنا. هل الباسورد اللي جايه لامب واحد؟ لا، فهيروح ينفذ الس اللي تحت، لان الس اللي تحت خاصه باف دي. فهنا كده الخطا في الكود عندي، وانا في فيديوهات قبل كده شارح الفرق بين اف واف الس واف الس اف. يبقى هنا ما ينفعش تبقى اف، هنا ينفع تبقى الس اف، اف الس اف الس. وقتها هيختار كونديشن من الثلاثه ينفذه، يعني هو هيعمل تشيك على الاولانيه هل الباسورد جايه موتور، لو كانت هيروح داخل ويعمل كنترول على الموتور، ومش هيدخل هنا، مش هيعمل تشيك على دول خلاص. لو كانت الكلمه اللي جايه لامب واحد، اول حاجه هيعمل تشيك على كلمه لامب هل هي موجوده فوق، مش هيلاقيها فوق، هينزل تحت هيعمل تشيك على تحت هل هي موجوده هنا، هيعمل كنترول على اللامب ومش هيدخل في الس. يبقى لما تقول اف الس اف الس يبقى هينفذ كونديشن واحد من الثلاثه. نعمل بلت بالوضع ده، نعمل ران، تعال كده نكتب موتور، ادي الموتور اشتغل، موتور تورنز اون، يبقى كده ايه موتور شغال، وما ظهرش الجمله بتاعت الس، لان هو طول ما عمل تشيك للكلمه اللي جايه او الباسورد اللي جايه هي موتور، هيدخل هنا ينفذ الاوامر الخاصه بالموتور، ومش هيدخل هنا ولا هنا، لان دي الس اف ودي الس، فهو هينفذ كونديشن واحد من الثلاثه. خلي بالك من الجمله دي، لو جينا هنا نضغط على الشاشه الاول، نضغط ال اي ام بي 1، اللمبه اشتغلت وكتب ايه لامب اون. طيب لو كتبنا لامب ادي اللمبه طفت، لامب ستيرنز اوف، لو كتبنا باسورد غلط كده هيدخل في الس الاخيره، كده هو ما عملش حاجه، بس قال لك ايه بليز انت ذا كوريكت باسورد، ندخل له موتور مثلا، موتور والتيرنز اوف، لان هو كان شغال من قبل كده. انا عايز اعمل كنترول على البازر برضه، الباسورد هتبقى باز واحد. لو فهمنا انا قلت ايه، يبقى المفروض اخد كوبي بمين؟ من الاف اللي هنا ولا من الس اف؟ لا، يبقى اخد كوبي من الس اف، واجي بعدها هنا كده واحط الس اف الثالثه الخاصه بالبازر. يبقى هنا الباسورد بتاعتي هتبقى ايه خاصه بالبازر؟ بي يو زد زد 1. يبقى الباسورد الخاصه بالبازر هتبقى باز 1. كلمه لامب هنا هكتبها بازر، وبازر هنا دي جايه منين؟ اللي انا معرفها فوق، نفس الاسم بازر البي كابيتال على دي 2، اكتب دي بازر، اخد دي كوبي تبقى هي نفسها بازر، اعمل لها توجل واعمل تشيك على البازر عندي، واكتب هنا على السيريال كلمه بازر، هنا بازر، مفيش اختلاف. لو كانت الباسورد جايه كلمه باز واحد هي دي، هيعمل تشيك هل هي صحيحه ولا لا، لو صحيحه هيروح داخل هنا هيعمل توجل للبازر وهيعمل تشيك للبازر هل البازر قيمته بتساوي زيرو، وقتها اعرض على السيريال ان هو تيرنز اوف. لو الس يعني قيمته بواحد، اعرض كلمه اون، وما تنساش هعمل نيو لاين بعد كل جمله، وهصفر الاي واصفر المصفوفه بتاعت الريسيف. نعمل بلت، هاجي هنا نكتب موتور في الاول، موتور تيرنز اون، نيجي نكتب باز بازر اشتغل.
enter terms of. نكتب اي باسورد غلط. Please enter the correct password. Please enter the correct password. اكتب motor. Terms of. دلوقتي الباسورد عندك بتظهر على الشاشة صح؟ أنا عايز أخفيها. يبقى الفكرة اللي بعد كده إن الباسورد دي عايز أخفيها. أخليها تظهر نجوم بدل مين الكلمات اللي أنا هكتبها. يبقى أجي هنا أنت بتعمل ريد صح؟ بتحطه في ريسيف أوف أي وهترجع على السيريال ريسيف أوف أي الحرف اللي هتكتبه هترجعه. لا هنا ما رجعهوش تاني. أرجع إيه؟ أجي أقول له سنجل كود كده من سنجل كود وأقول له ستار. يعني هو هيعمل ريد ويحطه في ريسيف أوف أي. مباشرة يروح يطبع السيريال عنده ستار فوقتها كده يعرض على السيريال مين النجمة دي لكن معنى كده ان الكلام مش هيضيع الكلام مازال محتفظ بيه في الريل اسمها ريسيف لكن انا هعرض على السيريال بس النجوم دي نعمل بلت كده عملنا رن من جديد تعال نكتب كده ام بص كده طلعت ستار اهي وموتور تيرنز اون وعمل ايه وظهر خمس نجوم لامب خلي بالك هيظهر نجوم على الشاشة اهي واحد لامب تيرنز اون كده فاضل جزئيه واحده ان انا لو كتبت حرفين غلط وانا عرفت ان الحرفين دول غلط من البدايه مش عايز اكمل بقى عشان اوصل لخمس حروف انا عايز اضغط على علامه على اللي هنا دي يروح يعمل ايه يعمل نيو لاين ويقول لي بليز انتر ذا باسورد ويمسح ريسيف اعدادا للكام اللي بعد كده خلي بالك علامه على ظهرت هنا هضغط على اهي بص كده بتظهر على بتظهر لا ده انا لما اضغط على على ما يكملش كتابه لا ينزل انتر جديد ويظهر لي جمله اسمها بليز انتر ذا باسورد ويوقف لي الكورسر تحت هنا عشان اكتب الجمله اللي بعد كده تعال نشوف نعملها ازاي يبقى هنا انا هعمل ريد واحطه في ريسيف اوف اي واعمل تشيك هل ريسيف اوف اي بيساوي علامه على لو علامه على يبقى وقف كتابه على الشاشه امسح ريسيف اعمل نيو لاين وما تعرضوش على الشاشه لو كانت ريسيف اوف اي لا تساوي على لو كانت لا تساوي على اروح نفذ الكود ده كله يبقى لو كانت لا تساوي على انفذ الكود الطبيعي بتاعي يبقى هنا اجي بعد القراءه مباشره واحطه في ريسيف اوف اي اعمل تشيك عليه اجي هنا كده واقول كده يبقى بعد ما استقبلته في ريسيف اوف اي مباشره اجي اعمل تشيك هنا هل ريسيف اوف اي ده بيساوي علامه على خلي بالك بين سنجل كوت لان هو كاركتر مباشره بعد الكاركترز دي اعمل نيو لاين يعني ما اخليش السطر يكمل معايا لا اعمل نيو لاين عشان اكتب من بدايه السطر اطبع على السيريال بليز انتر ذا باسورد اطبع الجمله دي بعد الجمله دي انتر عشان اخلي اليوزر يكتب من بدايه السطر ما انساش اصفر الاي لان الاي بي فيها قيم من قبل كده وليكن 4 3 2 فيها قيم فمباشره اصفر الاي عشان يبدا ريسيف اوف زيرو من بدايه ما انساش اصفر ريسيف عند ان هو استقبل كذا كاركتر من قبل كده فلازم اصفره باقي الكود اللي تحت يتنفذ امتى يتنفذ في حاله ان العلامه اللي جايه لا تساوي على او لا تساوي سلاش ابقى اجي هنا اقول له else يبقى دلوقتي عندي هو هيعمل ريد ويحطه في ريسيف اوف اي هيعمل تشيك على ريسيف اوف اي لو ساوي علامه على ما يطبعش باقي الكلام في نفس السطر مباشره ان يعمل نيو لاين يعمل نيو لاين خلي بالك ان انا في الاوامر هنا مش كاتب ان هو يرجع الريسيف اوف اي على السيريال لان علامه على دي مش عايز اعرضها على السيريال فالامر اسمه يو ارت 1 اندرسكور رايت مش موجود بداخل اف دي يعني معنى كده مش هيرجعه على السيريال مباشره لو العلامه بتساوي على اعمل نيو لاين اعرض الجمله دي على السيريال اعمل انتر ما تنساش هتصفر الاي وصفر مين ريسيف else يعني لو كانت العلامه اللي جايه لا تساوي على علامه غير على يبقى مباشره هعرض ستار على السيريال هزود الاي استعدادا للحرف اللي بعد كده لغايه ما الاي بتساوي 5 اول ما تساوي 5 معناها ان انت خلصت الباسورد بعد ما تخلص الباسورد المفروض اعمل نيو لاين انتر واعمل تشيك هل الباسورد موتور لو كانت موتور اعمل كنترول على الموتور ما تنساش اصفر الاي وريسيف لو كانت الباسورد اللي جايه عباره عن لامب واحد اعمل كنترول على لامب ما انساش اصفر الاي عندي وريسيف بس خلي بالك هنا لازم احطها في else if لان الباسورد اللي جايه بيعمل عليها تشيك هل هي خاصه بالموتور او خاصه باللامب او خاصه بالبزر او غلط عشان كده لازم استخدم else if هنا و else if هنا لو اي ديفايس هتضيفه بعد كده لازم يستخدم else if بره او الباسورد اللي جاي عباره عن باز واحد هيعمل كنترول على البزر ما انساش اصفر الاي وريسيف else يعني معنى كده الكلمه غلط الباسورد اللي جاي غلط مباشره هظهر على السيريال بليز انتر ذا كوريكت باسورد لان هي غلط وهصفر الاي وريسيف اتمنى تكون الفكره واضحه نعمل بلت كده نعمل رن ركزوا معايا كده هكتب موتور لازم اضغط على الشاشه الاول كده هنا ادي الباسورد خمس حروف موتور تيرنز اون لامب واحد لامب تيرنز اون مش هشغل البزر عشان الصوت هيبقى مزعج شويه لو انا كتبت باسورد غلط من خمس حروف يبقى يعني الباسورد غلط من خمس حروف بليز انتر ذا مين ذا كوريكت باسورد ونفترض ان انا كتبت جي ان وعرفت ان انا بكتب غلط مش هكمل في الغلط بتاعي لا اضغط علامه على خلي بالك ما ظهرتش هنا يعني انا كتبت جي ان او جي اتش وعلامه على ما ظهرتش مباشره تحت نزلني قال لي بليز انتر ذا باسورد اروح اكتب له مثلا موتور
موتور تيرنز اون اكتب ام ام. انا غلطت كده، اي وقت اضغط على مش هتظهر، نفس الوقت هينزلنا سطر جديد بليز انتر ذا باسورد مره ثانيه وهكذا. دي كانت فكره البرنامج، وزي ما قلنا هنا ان عملت كنترول على اكتر من ديفايس، ممكن تعمل 5 6 ايا كان العدد مفيش مشكله. الباسورد في الثلاثه زي ما انتم لاحظتوا كده هتلاقي عددهم 5، عدد الكاركترز بتاعت الباسورد او كلمه المرور بتاعتي 5، في الثلاثه 5، لكن كلمات الباسورد نفسها مختلفه، هنا لمب واحد، هنا موتور، هنا باز واحد. فلازم في الكود بتاعي يبقوا التلاتة متساويين او ايا كان عدد الاجهزة، لازم الباسورد في كل الاجهزة عندي متساوية في عدد الحروف. طب نفترض الباسورد عندي بقيت 10 6 7 8، ايه اللي اتغير؟ لو عدد حروف الباسورد في الاجهزة كلها اتغير عندك، بس لازم يبقوا متساويين كل الاجهزة. انا حاطط الباسورد عندي 5 حروف، ممكن تحطها 10، يبقى تغير دي تخليها بدل 5 10، هتغير هنا بدل الاكس تخليها 10، وهتيجي تحت في الاف دي الاي لو ساوت 10 هتخليها 10، يبقى كده الباسورد عندك من 10 حروف. طب لو كانت 6 غير الخمسة اللي في الكود دي كلها خليها 6، بس ما تنساش هنا كمان الباسورد عندك، يعني انت حطيت الاي بتساوي 10، يبقى انت الحروف اللي جاي 10 حروف كباسورد، يبقى انت هتعمل تشيك على ال 10 حروف. انا عامل تشيك على 5 هنا، يبقى لازم تضيف ريسيفو في 5 وتشوف الكاركتر اللي هتحطه، ريسيفو في 6، ريسيفو في 7، ريسيفو في 8، ريسيفو في 9، لان انت بادئ من زيرو هنا. تمام، دي كانت فكره البرنامج النهارده. ان شاء الله في الفيديو القادم الجهاز ده اللي هو الموتور عايز اتحكم بكلمه موتور 5 حروف، اللامب عايز اتحكم بيه مثلا ب3 حروف بس ال اي ام، البزر ده عايز اتحكم بيه ب6 حروف اللي هي اكتب كلمه بزر كامله اللي هي 6 حروف. معنى كده ان الباسورد هتختلف من جهاز للتاني بعدد الحروف نفسها. لو انا استخدمت نفس الكود ده هيبقى فيه خطا مش هيتنفذ، فهيبقى فيه كود تاني هيتشرح في الفيديو القادم. طبعا انا في الكود بتاعي استخدمنا البيك 18F4525، ايا كان هي عائله بيك 18 مش بيك 16، لان بيك 16 وسلسلتها فيها مشاكل مع الكود ده. تعالوا نشوف المشاكل فين. لو جيت انا في بروجكت وقلت اديت بروجكت وجيت هنا في البيك، اخترت بيك 16F870 اللي احنا بنشتغل عليه بنفس الكريستال مفيش اختلاف، عملنا اوكي. هنعمل بيلت كده، بصوا كده هو عمل بيلت سكسسفولي عادي مفيش مشكله، وهتروح تعمل رن على البروتوس عندك مع البيك 16F870 هتلاقيه بيهيس مش بيشتغل بالطريقه الصح. ليه؟ لان هو في مشاكل هنا لو خدت بالك باللون ده اللي هو اي ار بي بت ماست بي سيت مانوال، يعني في مشكله الاي ار بي بت دي خاصه بالرام، لان في البيك 16 عندي 4 بانكس خاصين بحفظ المتغيرات، فلما انا استخدم متغيرات في البرنامج كتير هنا يعملني مشاكل، لان في بيك 16 عموما حفظ المتغيرات بيبقى ديفولت عندي على بنك 0 فقط، اما المشكله دي بيك 18 اتحلت. فعشان كده انا في الكود بتاعي استخدمت بيك 18 بسبب مشكله الاي ار بي بت اللي هي الخاصه بالادريسنج بتاع البنك الخاصه بالمتغيرات. اتمنى يكون الفكره واضحه، انا مش عايز تفاصيل اكتر من كده. المشكله تكمن في حاله ان انا بستخدم اف واعمل تشيك على موتور بيساوي 0 الس هنا. ليه؟ لان الموتور ده متعرف كاوتبوت، لما اجي اعمل عليه تشيك هنا بيعمل لي مشاكل. لو انت شلت الاوامر دي الاف هنا والس دي في كل جزئيه من الكود هتلقى الكود يشتغل معاك على البيك 16 زي الفل، او ممكن تستخدم ديفايس واحد لكن اكتر من ديفايس وتعمل تشيك على الديفايس نفسه او البن الخاصه بالاوتبوت ب0 ولا 1، دي كانت المشكله مقابلاني. عشان كده غيرت البيك 18. ما تنسوش تتابعونا، و لو عندكم اي اسئله واستفسارات سيبوها على هيئه التعليقات اسفل الفيديو. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وشكرا جزيلا.